أنا الحقيقة كنت محضر سؤال في هذا المجال. نعم. السؤال كتبت لك هو الحقيقة بتهرب يعني من خلال القراءات وكذا، يعني كتاباتكم حول البيئة حكمتها ظروف تخصصكم. نعم. هل وجدت ردود فعل لما تكتب وتحذر منه؟ نعم. وجدت ردود؟ وجدت ردود، نعم. قد لا يكون من الشرائح، لكن من شرائح يعني متخصصة، بعض متخصص، بعضهم من المهتمين في قطاعات الدول المختلفة. نعم. اتصلوا بي، وهذه يمكن واحدة من الحاجات اللي شجعتني على الاستمرار في الكتابة. نعم. يعني أنت قد لا ترضي كل الناس وفي كتاباتك، وقد لا تكون كتاباتك موجهة لفئة معينة من الناس، لكن أيضا في هناك قطاعات أخرى، في سواء كان في الوزارات أو في المؤسسات أو الهيئات أو الرئاسات المهتمة بهذه المواضيع، ممكن أنها هي تستفيد من هذه الأشياء، وممكن إحنا نشير أين يعني تقع نقاط الضعف في هذه المواضيع التي تهتم بها هذه الجهات. الحقيقة دكتور أنت برضو أشرت لنقطة مهمة، يعني اللي هو إرضاء الناس. يعني يقول أحد الناجحين، أظن ممثل أمريكي مشهور، يعني قال إن أول مسمار في نعش الفشل هو محاولة إرضاء كل الناس. كل الناس. صحيح. فهذه لن صحيح. لن يعني رضا الناس لن يصل أي غاية لا تدرك. لا تدرك. وأنا كنت أحسبك الحقيقة أنت تأثرت يعني بالدكتور علي عشقي يعني في هذا المجال، ما أدري هذا الكلام صحيح. والله الدكتور علي زميل عزيز، وشاركت معاه في أكثر من لقاء علمي وفي ورش عمل، وذا متحمس ومهتم بالبيئة وبالقضايا البيئية. نعم. يعني رجل يعني معروف يعني بغيرته الوطنية حقيقة، عنده غيرة الدكتور علي، وقد ينفعل أحيانا، لكن صدقني الرجل من غيرة وينفعل من حب الوطن، وده يعمل شيء حقيقي، وده يقدم شيء للوطن هذا. نعم. تأثرت بي أنت دكتور؟ والله أنا يعني زي ما قلت لك شاركت، وإحنا يمكن نكون في نفس المركب، لأنه إحنا كلنا لنا اهتمامات بالقضايا البيئية، وقد يكون في تباينات أحيانا، لكن هذه العلوم كلها متداخلة وكلها علوم متشابكة، لا يمكن أن تفصل علم عن علم آخر، كلها مترابطة وكلها، وبالتالي إحنا قد يعني يكون اهتماماتنا تصب في مجال واحد أو أكثر من مجال، فهو له اهتمامات بيئية وأيضا أنا لي اهتمامات بيئية، سواء كان يعني تحت الأرض أو فوق الأرض أو فوق الأرض، يعني عند سواء في البحر أو في البر. نعم. طيب يا دكتور، يعني أنا لاحظت أنه عندك يعني خلفية عميقة في الفكر الإسلامي. نعم. ليش ما بتتعاطى يعني أو تتجه بالتنويع في التعاطي مع قضايا المجتمع؟ والله أكتب، أنا ليس متخصصا في الفكر الإسلامي حقيقة يعني، لكن لي اهتمامات، لي قراءات في الفكر الإسلامي، لي يعني قصدي يعني أنه أنت يعني تقدر تكتب في قضايا أخرى، يعني مو شرط تكون قضايا يعني إسلامي. أكتب أنا منوع، ليس لي يعني ذا، أنا أكتب في عدة يعني تكتب ذا عدة بالضبط تخصصاً. أكتب في ذا آخر مقال كتبت عن معرفة قدر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني مقال يمكن من ضمن اهتماماتي أيضا، اللي هو التركيز على احنا نسميها في الجغرافية السطح، اللي هي طبيعة سطح المدينة المنورة على ساكنها فضل الصلاة وتم التسليم. فأنا أهتم بالمدينة المنورة لاهتمام خاص بالمدينة المنورة، دراسة أوديتها، دراسة جبالها، دراسة تربتها، دراسة جميع مكوناتها الطبيعية، ولها يعني جمال خاص ولها رونق خاص يمكن تختلف عن بقية مناطق، يمكن أقول لك أكثر مناطق العالم. المدينة المنورة. المدينة المنورة. نعم. نعم. الله سبحانه وتعالى مميزة. هي اللي اختارها يعني. مدينة يعني مميزة يعني. وفريدة في كثير من خصائصها الطبيعية، خصائصها الطبيعية. أتكلم عن خصائصها الطبيعية الحقيقة، يعني مدينة مميزة بشكل يعني اللي أنا وجدته من خلال دراستي ومن خلال تعمقي في دراسات مظاهر السطح المدينة المنورة، وجدت فيها أشياء قد لا توجد أو لا تجتمع في مكان واحد في على الكوكب الأرض. طيب دكتور، يعني أنا الحديث أخذنا شوية كده. نعم. يعني بس أنا في سؤال أنا محيرني شخصيا، ومن خلال كلامك يعني أنا يعني جاء على بالي الآن، دورة الفلك بتتغير. نعم. هذا شيء أنا بدأت ألاحظه من سنوات قليلة، 5 أو 7 سنوات، بدأوا ناس يموتوا من شدة البرد، سيول بتيجي، زلازل بتضرب. نعم. ما أدري إيش الممكن يحصل في أيضا في السنوات، يعني أنت من خلال يعني تحليلك للوضع في بتحذر من شيء قادم؟ والله شوف، التغيرات المناخية الحقيقة هذه يعني تمر بمتغيرات كبيرة جدا، يعني التغير المناخي على مستوى الكرة الأرضية في عناصر المناخ المختلفة اللي هي درجات الحرارة، الرياح، الأمطار،
الرطوبة والضغط، يعني كل هذه سلسلة متشابكة ومترابطة مع بعضها البعض، فلما يختل فيها نظام يختل بقية الأنظمة. فلذلك الآن التغير المناخي على مستوى الكرة الأرضية شيء عجيب جدا، حي علماء المناخ. الآن الحرائق اللي تشوفها في روسيا، الفيضانات الضخمة جدا في الصين، الآن نحن نعيش الحدث بركان أيسلندا، بركان أيسلندا، الفيضانات في باكستان، الكارثة اللي احنا مرينا بها في مدينة جدة. يعني الآن التغير سريع جدا ومعقد جدا، ولا يمكن، يعني بعض الناس عندنا يلوم رجل المناخ ويقول لك الأرصاد ومن الأرصاد، لا يمكن يا أخي التنبؤ بما التنبؤ بالضبط، لأنه هذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وفي تغيرات غير منظورة يعني احنا نجهلها. التغيرات هذه يقول لك مثلا اللي هو عملية التلوث، الانبعاث الحراري، وعملية ظاهرة الاحتباس الحراري وظواهر أخرى وملوثات الأوزون والأوزون شققات طبقة الأوزون وغيرها، هذه كلها صحيح إن هذه لها تأثير، لكن ليس بهذه الحدة وهذه الدرجة. هل نحن مقبلون على تغير مناخي قادم؟ هذا اللي احنا ما نقدر نقوله، ما لا يمكن. الحقيقة بعض الناس بيستعجل ويقول لك احنا في دورة، طيب يا أخي احنا دورة مناخية، احنا نعرف الدورة المناخية، الدورة المناخية تتم كل 33 سنة، هذه دورة مناخية متكاملة، وبالتالي يجيك الحر وجي زي رمضان الآن عندنا جاينا في فترة صيف، صح؟ صحيح. وبعد كذا يمر ويجينا في فترة شتاء، فهذه عملية التدوير لله هذه حادثة وحاصلة، لكن التغير بالشكل الغير طبيعي إنه تصل درجات الحرارة عندك إلى 55 أو أكثر درجة مئوية في اليوم ولمدة طويلة لمدة أسبوعين، هذا شيء غير منظور. إيش اللي بيصير في الغلاف الجوي أنت ما بتقدر تتنبأ فيه، هذه كلها تنبؤات وتوقعات، ليس هناك يعني زي ما تقول أي جهة يمكن أن تتنبأ باللي حاصل. وأكبر مثال على ذلك اللي حدث في روسيا الآن، الحقيقة يعني شيء غير طبيعي، يعني حتى أذهل العلماء السفيد. ماذا حدث في روسيا يا دكتور؟ ما بلغني. لا لا كيف الآن عندك الآن عندك الحرائق اللي سايرة في روسيا من شدة الحرارة، الحرارة خايفين. أنت إيش مشكلة تشيرنوبيل اللي حدث في عام 1986؟ مشكلة بالضبط، انفجر المفاعل من شدة الحرارة. الآن عندهم هناك خايفين هم على المفاعلات الذرية وخايفين على المنشآت النووية من شدة الحرارة الحاصلة، صارت حرائق، عندهم جفاف. الآن روسيا عفوا تقابل كارثة رهيبة جدا في النقص الغذائي، لأنه بدأوا يستهلكوا في اللي هي عندهم الرصيد حقهم، وبدأ ينفض الرصيد، وبالتالي بدأت تواجه كارثة الحقيقة صعبة جدا، يعني مقبلة على كارثة بيئية وكارثة اقتصادية وكارثة من اجتماعية ومن جميع النواحي. الآن السحابة حسب ما سمعت في خلال نشرات الأخبار وكذا، السحابة اللي هي من عملية الانبعاثات هذه الحرائق وغيرها والأدخنة وغيرها، سحابة تغطي روسيا بمساحة 3000 كيلو متر مربع، وصلت إلى شرق أوروبا. نعم كارثة عظيمة جدا. إيش اللي بيحدث في الغلاف الجوي؟ إيش الكوارث ناتجة عن إيش؟ ما هو العبث اللي يمارسه الإنسان الآن مع غلافنا الجوي؟ هذا اللي احنا ما نقدر نتعلم. فلذلك الأجهزة الرصد المناخي بالضبط، يعني احنا نقول يعني الرجل الأرصاد يجي يقول لك بكرة هو عنده توقعات للطقس اللي هي فترة زمنية قصيرة، هو يعطيك لمدة 24 ساعة، الدول المتقدمة تعطيك لمدة 5 أيام أو أسبوع بالكثير، هذه فترة اللي هو يعطيك الطقس غير المناخ. فالطقس هي الفترة الزمنية القصيرة، هو يعطيك توقعاته لكن هو لا يجزم، يقول لك بكرة يتوقع يجينا مطر، يجينا مو شرط يجينا مطر وتمر السحابة وتروح. لكن زي ما قلت أنا، يعني بعض الناس يلوموا حقين الأرصاد ويلوموا الرجل الطقس إنه يعني بيعطيه معلومات خاطئة، فزي ما بيقولوا في أمريكا إذا كان في رجل يعني كلامه غير صحيح فهو رجل المناخ. الله يعطيك العافية، شكرا شكرا لك دكتور. أيها السادة المتابعين، أيها الإخوة الأعزاء، كان معنا الدكتور محمود الدعان الأستاذ المشارك في كلية الآداب، ووجه نداء يعني شديدا في موضوع المياه. أتمنى من الجميع وعلى من يرغب في المشاركة في هذا اللقاء أن يراسلنا على إيميل البرنامج الظاهر أمامكم على الشاشة الآن. غدا إن شاء الله لقاؤنا مع كاتب جديد وحلقة جديدة من برنامجكم في ضيافة الصحافة. إلى اللقاء.